أبويا وعمي وخالي وابن عمي وابن خالتي وأخويا ممكن يكونوا ضباط شرطة، ممكن يكونوا ضباط شرطة. كان في تجاوزات، كان في تجاوزات قبل الثورة وفي أثناء الثورة، تجاوزات فاقت العقل. هل معنى كده إن كل ضباط الشرطة وحشين؟ هل معنى كده إن كل قرايبنا اللي في الشرطة وحشين؟ ممكن يكون في مرضى نفسيين، ممكن يكون عندهم نوع من السلطة بشكل مختلف، ممكن يكون عندهم هيستفادوا بطريقة أو بأخرى في التحقيق اللي بيعملوه بشكل أو بآخر. لو اقتنعت باللي أنا بقوله ده يبقى معناها إن هم قلة مش كتار. عشان كده في جمعية اتأسست الشرطة، لأن في جمعيات كتيرة جدا بعد الثورة اتأسست عشان توفق ما بين الشعب والشرطة. الضيف اللي معايا النهاردة أسس جمعية أو من مؤسسي جمعية كانت من 2007 عشان تشرح الموضوع ده أو توضح وتعمل توافق ما بين الشعب والشرطة. دكتور إيهاب يوسف، أمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد يا فندم، ربنا يخليك. إيه اللي خلاكم تعملوا الجمعية دي من سنة 2007؟ نفس الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه، إن ممكن يكون أخويا وابن عمي وعمي ووالدي من الشرطة. 2006 لو نرجع بالذاكرة شوية كان في انتقادات كتير قوي بتوجه للجهاز، لجهاز الأمن بصفة عامة، وكان إعلام بينشر عن تجاوزات كتير بتحصل في الجهاز تتعلق بحقوق الإنسان. إحنا كمؤسسين شفنا إن أكيد في تجاوزات وإلا ما كانش الإعلام هيطلع عنها، بس مدى حجمها ومدى تأثيرها على صورة مصر في الخارج وصورة مصر في الداخل قدام ولادها، مدى إمكانية اتهام الجهاز بالكامل بأن هو جهاز فاسد وبيرتاك حقوق الإنسان، ولا في قلة منه ممكن نقاومها. تمام. فعملنا الجمعية قلنا عشان نحط إيدينا في المطبخ ونقدر نحدد بالظبط الحجم التجاوز اللي بيتم من أفراد وضباط الشرطة قد إيه، ونبتدي نعالجه أو نتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية على إن إحنا نعالجه. لأن انتقاد جهاز بالكامل بصورة مطلقة بيسيء لحاجات كتير قوي، أولهم القائمين على العمل فيه وبالتالي بيحبطهم. أنا ممكن أتفق مع حياتك إن إحنا ما يفرقش معانا لو أحبطنا حد معين، بس هل جهاز الأمن لو إحنا أحبطناه هنقدر نستمتع بحياتنا في مصر ولا لأ؟ ده اللي شفناه بقى بعد 25 يناير والثورة، إن جهاز الأمن أحبط وتم مش عايز أستخدم مصطلحات كبيرة زي تدمير هنخش واحدة واحدة. بس هستأذنك، مين كانوا المؤسسين للجمعية دي؟ الحمد لله المؤسسين الجمعية كانوا مجموعة من الأفاضل، طبعا ما يتخروش عن كتير من الشعب المصري، ولكن كان أول رئيس مجلس إدارة للجمعية المرحوم مهندس ماهر أباظة، وتاني رئيس مجلس إدارة للجمعية المرحوم أحمد ماهر السيد وزير خارجية السابق، القائم بأعمال الرئيس الحالي السفير حسن عيسى وهو من النشطين في المجال السياسي والعمل العام. في بقى معانا الدكتوره ناديه مكرم عبيد، معانا السيد معتز الالفي، جمال محرم، مجموعه. احنا كنا 20 مؤسس، هو القانون بيشترط ان يكون في 10 مؤسسين. احنا لما عرضنا على المجموعه دي وافقوا كلهم ان هم ينضموا لعضويه الجمعيه كمؤسسين. واحنا يمكن كنا بننتقي جدا، مش عايزين حد محسوب على اي طيار. نعم. لا سياسي ولا ديني ولا اقتصادي ولا اي حاجه، ناس لما حضرتك تسمع اساميهم تقول ده راجل كويس او دي ست كويسه، بحيث ان احنا لما نيجي نتكلم، لان الموضوع حساس، الموضوع بتاع ان انت تتكلم فيه وخصوصا دلوقتي ومن الاول، يعني هو طبعا دلوقتي اكتر بس من الاول، لان انت النهارده عشان تصلح لازم تبتدي تقول ايه، خلي بالك ده في غلط في الحته الفلانيه، سواء عند الشرطه او عند الشعب. وبالتالي عشان يتسمع من حياتك الكلام ده بصدر رحب ويبقى مش محسوب على حاجه، لازم تبقى انت حيادي. فتعمدنا في انتقاء الشخصيات اللي تنضم للجمعيه كمؤسسين او اعضاء يكونوا حياديين، يعني لما يتسمع منهم الكلام يتاخد من مصلحه مصر في الاخر. وعشان كده سمينا الجمعيه جمعيه الشرطه والشعب لمصر، مش لاي حاجه ثانيه. وده اللي كلنا بننادي بيه دلوقتي. طيب دكتور ايهاب، انا عايزك تقول لي الايفنتس او الاحداث اللي كنتوا انتوا بتعملوها قبل 25 يناير والاحداث اللي انتوا بتحاولوا تعملوها دلوقتي بعد 25 يناير. رائع.
احنا في مجموعه صور ما اعرفش كان ممكن اعرضها ولا لا. طيب احنا هتعرض دلوقتي حالا. رأي. اتفضل. احنا كجمعيه شرطه والشعب زي ما بقول لحضرتك احنا هدفنا تقريب وجهات النظر وليس الاثاره. ازاي؟ بالظبط ازاي؟ احنا فالاثاره سهله، كون ان انت تطلع تنتقد او تشير باصابع اتهام لناس ده سهل جدا، وبالتالي انت بتاخد خط مع حد من الاثنين. احنا عشان عايزين نقرب ونعمل بريدج بين الشرطه والشعب فكان لازم نبقى حاديين جدا. تمام. ومنطقيين. عظيم. قلنا اول حاجه نعملها حضرتك بس معلش بدون قطع كلامك، ده الشعار بتاعك؟ ده شعار الجمعيه بتاعتنا فعلا. عظيم. اتفضل. احنا قلنا عشان نبتدي نتحرك اتجاهات سليمه اول حاجه نعملها ان احنا نكثف من لقاءاتنا مع القاعده العريضه من المجتمع. كويس. ولقينا ان القاعده العريضه دي في مركز جرجا في سوهاج. كويس. احنا قلنا عشان نوسع قاعده لقاءاتنا مع قاعده عريضه المجتمع، ولقينا ان الشباب هم القاعده العريضه في المجتمع وده من قبل الثوره. تمام. فقعدنا مع تقريبا 6000 شاب وشابه من خلال المجلس القومي للشباب. حصل حوار فكري بين الجمعيه ومؤسسيها والشباب. تمام. ده خدنا فيه مرحله طويله، وبعدين ابتدينا نتخاطب مع وزاره الداخليه نقول لهم طب احنا في حاجات بتتعرض علينا في اللقاءات دي ما بنقدرش احنا نرد عليها لان احنا محتاجين حد شرطي مهني. تمام. في الفيلد دلوقتي. تمام. فوافقوا ان يحضر معانا قيادات من الشرطه في هذه اللقاءات، فبقت اللقاءات في مرحله تانية. ده كله قبل 25 و 21 25 يناير. تمام يناير. وبعدين انتقلنا لمرحله ثالثه اللي هي ان احنا عايزين نعقد لقاءات في اقسام الشرطه تجمع القيادات الامنيه في الدائره الامنيه وليكن اسم من الاقسام والمواطنين او مجموعه من المقيمين للمواطنين في المنطقه. تمام. عملنا اللقاءات دي بقى زي ما حضرتك شايف دلوقتي، ده في جرجا في سوهاج، عملنا في النزهه في مصر في القاهره. عملنا الدقي في الجيزه، عملنا اسم تاني شبرا الخيمه في القليوبيه. تمام. بتخشوا الاسم تعملوا ايه بالظبط؟ بالظبط. احنا طبعا ما بدعيش ان احنا وصلنا للكمال. تمام. لان طبعا احنا كنا في مرحله بدايه تغيير الفكر. كويس. تغيير الفكر ازاي؟ ان انا اقول للمواطن تعالى اقعد مع الشرطه واتكلم معاهم واقول له ايه اللي مضايقك وايه اللي باسطك في الاسم. المنتهى الامل كان ان احنا نوصل لحوار صريح جدا، طبعا ما كناش وصلنا لديه، بس كنا ابتدينا نحط الحجر ان في قياده امنيه بتقعد في الاسم بتستقبل مجموعه من المواطنين، بيتساب الباب مفتوح يوميها وبيتحط يفط على دايره الاسم ان في لقاء بيجمع بين المواطنين والشرطه واللي عايز يتفضل دعوه عامه. وبنخش نقعد نتكلم. نقول انت شايف ايه اللي كويس وايه الوحش. واحده من الحاجات اللي اتقالت مثلا في قسم تاني شبرا الخيمه، انا ما بعرفش اخش لو لقيت ان انا في مشكله وعايز اخش ممكن العسكري يمنعني. فالمامور قال له طب ما في نمره المامور بتبقى موجوده. قال له نمره المامور موجوده جوه القسم، انا عايز نمره المامور تبقى موجوده على باب القسم من بره بحيث ان لو في حاجه انا اكلمك على طول اقول لك. وتم الاستجابه منها وحطوا نمره المامور بره القسم. حاجات بسيطه انما بدايه، لان الفكره ان احنا بنقول ايه. طب انا هقطعك في كلامك بعد اذنك. حضرتك كلمتني عن الجمهور بالظبط اللي جاي الاسم. بالظبط. طيب ايه الحوارات اللي كانت بتحصل من الضابط بقى؟ الضباط بتبتدي تتكلم على ضغط العمل. أيوة. وان احنا بنشتغل ساعات عمل طويله وان احنا معدلات الجريمه بتزيد لان الظروف الاقتصاديه، واحنا عايزين ان انتم تتعاونوا معانا اكتر. ودي الحته اللي كنت بقول لحضرتك عليها، ان الامن مش ممكن هيحقق الرساله بتاعته من غير ما يتم التعاون بين الشرطه والمواطن. ما ينفعش يشتغل لوحده، لان مهما كان عدد افراد الامن مش هيقدروا يحققوا الرساله الامنيه. التعاون الامني ده عشان يحصل لازم يكون في ثقه. تمام. وده كان هدف اللقاءات اللي احنا كنا بنعملها، ان يبتدي يحصل حوار. واول ما يحصل حوار بين الطرفين ممكن يبقى مش على المستوى المطلوب في اول مره، ولكن مع الوقت والتكرار هيبتدي يحصل العشره. ايوه بالظبط. وان انا ممكن اجي اقول لحضرتك ايه، خلي بالك انت فلان الفلاني اللي بيشتغل عندك في القسم ده بيقبض من فلان الفلاني. تمام. او انا سمعت ان في فلان الفلاني دخل اجر شقه في الحته الفلانيه احنا شاكين فيه. تمام. وتبتدي يبقى في تعاون بين ده الهدف اللي احنا لازم نوصل له، لان في حاجه اسمها الشرطه المجتمعيه. تمام. الشرطه المجتمعيه هو ده الهدف في المرحله اللي جايه. وده كل الدول الاوروبيه خدت بيه دلوقتي. طيب دكتور اللي حكيته لي دلوقتي ده قبل 25 يناير. قبل 25 يناير. بعد بقى 25 يناير عملتوا ايه؟ خلينا اقفل قبل 25 يناير. طيب. القفله بتاعتها كانت. طيب. ان احنا عملنا لقاء مع وزاره الداخليه. ايوه. بعد 3 سنين شغل. أيوة. وكان في مركز بحوث الشرطه، وكان حضروا مجموعه من الضباط في مركز بحوث الشرطه ومجموعه من مكتب الوزير، ودي الصوره بتاعت اللقاء اللي اتعمل. احنا معانا في الجمعيه الدكتور قادر حفني، وده من اساتذه علم النفس العلم الاجتماعي السياسي. وحصل حوار على ايه اللي احنا وصلنا له في خلال ال3 سنين. كويس. وكان وصلتوا لايه؟ وصلنا لايه بالظبط؟ أيوة. وصلنا الى ان في نوع من سوء الفهم بين الطرفين. ايوه. وان الثقه مش متوفره لسببين. السبب الاولاني هو التعالي في بعض الاحيان من القائمين على العمل الشرطي. والحاجه الثانيه عدم فهم القوانين واللوائح من الطرفين بصوره تجعل الحدود واضحه.
وبالتالي يبقى احنا الحدود في الحقوق والواجبات فيصل ما نقدرش نختلف فيها. وندي مثال بسيط جدا على ده، هو ان حضرتك مثلا مواطن شرطي يسالك على البطاقه، فانت مش عارف هل هو من حقه ولا مش من حقه. طب انا من حقي اساله على بطاقته اللي تثبت ان هو شرطي ولا لا. الحته البسيطه اللي بتعمل فريكشن بين الناس وبعض، وفي تواجد طبعا القانون الطوارئ والحاجات دي خلت الحياه ايه متلخبطه اكتر. بالظبط صح. بالظبط. فدي دكتور ايهاب، انت حضرتك اساسا ضابط. انا اشتغلت 20 سنه في وزاره الداخليه. 20 سنه 20 سنه وطلعت وانت اطلعت على يعني مقدم على اخر عقيد على اول عقيد. خدمت فين؟ انا خدمت في الامن المركزي بكل ما يحمل الامن المركزي، حتى المأمورات القتاليه وكليه الشرطه، مباحث الاموال العامه في اداره مكافحه جرائم الرشوه واستغلال النفوذ، ومكتب وزير الداخليه في الاعلام والعلاقات. هل ليا ان انا اسمح استسمحك طبعا. يعني ان انا اقول انت ليه خرجت؟ طبعا حضرتك اتفضل. الفكره ان انا خرجت في سن كان في وقت من الاوقات السن ده بيبقى بيحمل رتبه عميد. عظيم. انا خرجت برتبه مقدم، وده لظروف وزاره الداخليه ليها علاقه بالترقيات والميزانيه و و السيستم اللي جوه فكان هيخلي دفعتي تاخد لواء على سن 58 سنه. وبالتالي مش هيلحق يحط استراتيجيه او يشتغل وفق الاستراتيجيات معينه. فانا حسيت ان هشتغل نمره 2. يعني يوم ما ربنا يسهل يعني هشتغل نمره 2 لحد اخر. الدكتور ايهاب يوسف وفي نفس الوقت الضابط الضابط الرتبه ايه؟ مقدم ايهاب يوسف. بالظبط. ايه الفرق ما بينهم؟ في وقت وانت ضابط وفرق، وفي وقت وانت في ماسك جمعيه بتقرب وجهات النظر ما بين الشعب والشرطه. والله هو عشان انا عندي القناعه دي من الاول، فانا مش شايف ان في فرق كبير بين الاثنين، غير ان انا بشتغل دلوقتي من غير ضغوط نفسيه ليها علاقه باحترام الهيراركي بتاع الداخليه والترتيب الادميات والحاجات دي. فانا بتكلم اللي انا حاسس ان هو في مصلحه لمصر بقدر اقوله. لو حياتك بتشتغل جوه الداخليه انت مضطر تلتزم بقواعد ونظم بيحطها الرئيس بتاعك، انت مش من حقك ان انت تختار ايه الصح وايه الغلط. انما النهارده وانت بتشتغل في العمل العام بره، انت بيبقى عندك رؤيه اوسع، قادر على تجميع معلومات اكتر، وبالتالي قادر على طرح افكار احسن تفيد المجتمع. الداخليه مؤسسه انضباطيه في الاخر، ويمكن عشان كده لما بيقولوا ان صغار الضباط عملوا او صغار الافراد عملوا، في الاخر ده محسوب على القياده، لان القياده هي اللي بتدي التوجيه والارشاد. حتى لو ما كانش يعني لو ما كانش قال لهم تجاوزوا في حق المواطنين، ولكن الشعور العام في الداخليه لازم يبقى ان احنا بنخدم دوله وليسنا نخدم نظام. لما بيحصل التغيير في الفكر من القياده من فوق بيوصل للي تحت بسهوله، لان كله بيبقى عارف الخط الاستراتيجي بتاع الوزاره رايح فين. المخرج بيقول لي لازم اخلص الفقره، عملتوا ايه بعد 25 يناير سريعا؟ 25 يناير بسرعه جدا، احنا كنا اول جمعيه تجمع مجموعه من شباب الثوره مع مجموعه من ائتلاف ضباط الشرطه، واحنا بنحيي ائتلاف ضباط الشرطه، لان دول الضباط خرجوا في الشارع قالوا ما تظلموش الجهاز بالكامل، احنا في مجموعه مننا اشراف واحنا منهم، وبالتالي هنقف مع بعض نحاسب المخطئ من الطرفين. فجمعنا مجموعه من شباب الثوره ومجموعه من شباب الائتلاف وقعدوا على ترابيزه واحده، ودي كانت اول مره يقعدوا مع بعض ويسلموا على بعض بعد الثوره، ودي احنا بنفتخر بيها جدا. تاني حاجه، احنا دلوقتي بنعد لمنظومه جديده هنعرضها على وزاره الداخليه في نموذج لعقد امني جديد، لان العقد الامني اللي موجود دلوقتي غير صالح على حمايه الامن وحمايه الوطن. وبالتالي بنشوف في افراد شرطه وافراد امن موجودين في الشارع، ولكن تواجدهم الى حد ما في سلبيه، لان هم مش عارفين ايه صلاحياتهم فيما بعد الثوره. فاحنا بندعم مجهودنا الدكتور ايهاب. دكتور ايهاب، لما يبقى عندكم ايفنتس تاني يبقى ارجوك ادعوني وادعوا نهارك سعيد عشان نيجي نصور انتوا بتقولوا هناك. يكون لنا الشرف يا فندم. ميرسي يا فندم قوي. دكتور ايهاب يوسف، امين عام جمعيه الشرطه والشعب لمصر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. انا كان نفسي اسالك اسئله كتير قوي بس الوقت خلص. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا. فاصل حضراتكم وراجعين حالا.